فعاليات متنوعة نظمتها جمعية المرأة العمانية بدبا استهدفت بها تنمية المهارات. الذكاء الاصطناعي كان له جزءا من البرنامج الصيفي، وتضمن كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. كل الفعاليات تكون هناك منتجات للأسر المنتجة من مأكولات شعبية وغيرها من المنتجات. أيضا شاركت معنا إدارة حماية المستهلك بدبا، نظمت أيضا برنامجها حملة إدراك لتوعي المجتمع أكثر بالمنتجات والسلع المحظورة. استمر البرنامج بتقديم ورش عمل فنية شملت الرسم والتلوين، بالإضافة إلى فن الكروشيه الذي أتاح لهم فرصة تعلم طريقة استخدام الإبرة وتطريز الأشكال المختلفة، إضافة إلى ورشة نقش الحناء. هذه الفعاليات علمتنا الكثير من الفوائد والمعلومات، فقد شاركنا أنا وأخواتي في فعالية الرسم على الزجاج والطاهي الصغير، وتعلمنا صنع الكثير من الأشياء. برنامج الحكواتي دور هام في زرع الأخلاق والقيم عند الأطفال، حيث أننا نسرد مجموعة من القصص تجمع مجموعة من القيم مثل الصدق والتعاون واحترام الكبير. يستنتج الأطفال أهمية الصدق من القصة وغيرها مما يغرس في قلوبهم أن هذا شيء مهم. اختتم البرنامج بورش عمل الطاهي الصغير لتعلم إعداد الوجبات البسيطة، إضافة إلى محاضرة توعوية من قبل حماية المستهلك لتوعية المجتمع حول السلع التجارية.